هلو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. بحب هذا المقطع شباب، اتمنى لكم عيد مبارك على الجميع حبايبنا الكرام، وكل عام وانتم بألف خير، وينعاد علينا ان شاء الله باذن الله تعالى بالصحه والعافيه يا حلوين. ابدا من اعمل المقدمه الخفيفه اللطيفه شباب، معيتكم وكل شيء تمام ولوز اللوز. اوكي طبعا شباب، ما شايفين معلم يعني اول يوم يعني طبعا مو اليوم، اليوم اخر يوم رمضان يعني، فهمتوا علي كيف؟ اوكي حبيبي والله ايه، بس ولكن طول بالكم طول بالكم. واليوم حبايبنا بلعبتنا فري فاير، نزل فاير باس جديد حبايبنا، ندخل ونحرق جد جدو ولتس جو. خلينا نشوف طبعا هذا السينماتيك تبعه حبايبي، حتى ندخل نشوف على السريع باللوت. طبعا هذا معليه شكل شطرنج وما شطرنج حبيبي والله. طبعا حبايبنا انا ماني نايم. اوكي بوم، يا سلام يا سلام، سيارات وما سيارات. ايه تمام ياه. حلو. طبعا شباب للاسف شديد في شيء مو عاجبني بهذا الفاير باس حبايبنا، انه ما حاطين رقصه، ما اعرف ليش حبايبنا هيك يعني، صار لهم فتره صاروا يمكن فاير باسين ولا الثالث ما بيحطوا هالرقصه، ما اعرف شو عم بيصير حبايبنا. اوكي خلينا ندخل هون شباب نشوف شو في ما في بهالفاير باس حبايبنا. طول بالك. اوكي هون معلم حاطين عندنا هذا التيك توك، هذا التيك توك معلم، التيك توك تيك توك. وعندنا هون حبايبنا افاتار، ايه افاتار جديد هون كمان. اوكي عندنا هون سلاح، هي شيء 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 شي يعني ما بفهم له حبايبنا ليش يعني ما بحطوا لنا سمات بلا اسلحه يعني، فهمتوا علي كيف؟ اوكي عندنا هون لبسه بنت تمام، عندنا هون افاتار بنر، عفوا بنر، وهي لبس المعتاده شاب بس. اوه هي شغل شطرنج وما شطرنج معلم، تكتيك كل شطرنج وما شطرنج. عندنا هون حبايبنا لبسه بنت هي بوي. اوكي هذا شوف هو في في اس اس يا اخي، والله ما بعرف ليش ما بيحطوا لنا البيدر معنا، ليش حطوا لنا سمات معلم هيك شيء يعني، والله يعني ما بعرف ليش هيك ما بيعملوا هذا الشيء. اوكي عندنا هون الثلاجه حبايبنا مثل ما انتم شايفين، عندنا هون كنزه يا سلام، والله مش ماشي حلوه. اوكي عندنا هون بانر شباب، يعني شباب هاي اوه شو هاي؟ اوه والله حلوه هالقنبله شباب، شو عن جد باللوز؟ والله شكله حلو شباب تمام. عندنا هون افاتار كمان، عندنا هون شو هي؟ اللوت 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 بوكس، ايه هذا اللوت المعلم لما تموت الواحد، عندنا هون حجره حلو. اوكي عندنا هون حقيبه تبعات، اوه وال شطرنج صغير قول لي، اوه والله تمام حلو حلو صراحه، حلو هذا الفاير باس شباب يعني، بس للاسف ما حاطين هذا ايش هذا حبيبي والله. اوكي خلينا نشوف شباب نعمل ليك نعمل ليك. اوكي نعمل مور باتش ونحرق جد جد معلم، نجيبه كلياته عشان نجرب كل نجرب كله معلم حبيبي والله. اوكي تعال هون تمام، نعمل اوكي نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك، خلينا نعمل اوكي ومن بعد شباب راح نشوفهم كلياتهم، ما راح نفتحهم، فهمتوا علي كيف؟ بس هيك نستعرضهم بعد يعني نشوفهم بالخزنه واحده واحده شباب هيك بشكل سريع. حلو يا سلام والله بالله شكله، هذا نشوف نكمل اوكي، وهذا السكين حبايبي تمام، هيك بيكون شباب حرقنا ابو الفاير باس كامل. هات لنشوف. اوكي نطلع من هون حبايبي، شو هي؟ حبيبي والله. اوكي ندخل على الكاركتر نشوف الاوضاع كيف، هيك ولا هيك؟ حلو عندنا هون اول شيء شباب الفاشن، هات لنشوف شو الفاشن معلم. اوكي او طول بالك، لا هون عندنا هي الكنزه معلم، نايس 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 حلو كنزه هي تمام. هات نشوف الكوليكشن معلم، عندنا هالحقيبه نركبها، ايه ركبناها هيك ايه. طب هي حقيبه كمان، اوكي هي حقيبه اللي يا اخوان بحطوا لنا الحقيبات معلم، خلاص هي بكفي معلم باللوس. اوكي اللوت بوكس، عندنا هذا اللوت بوكس تمام، والثلاجه نجرب الثلاجه كمان حبايبنا، وعنا التيك توك، التيك توك معلم نجرب هذا معلم، هذا نخليه هون وشوف شو معلم. عندنا هون البانرات هذول افاتارات، اوكي مثل ما انتم شايفين عندنا هذا وبعدين هذا، هذا يعني ليفل واحد اول ما تحصل عليه، بعدين هذا وبعدين يعني البنفسجي يعني هذا الافضل معلم حبيبي والله. بالنسبه لهذول عملنا بانرات كمان، اوكي انا راح اخلي البانرات كبر معلم حبيبي والله. اوكي شوفي هون معلم عندنا هون حاطين او في صناديق تبع التطويرات، عندنا هون شخصيه البنت حلو، وين راح؟ هذا هو، نجرب ندخل نشوف شكل شخصيه البنت حبايبنا. ليش؟ قول لي هاتوا لنا حد شخصيه البنت، نعمل هيك نعمل له نعمل تزويد نجرب السكين البنت حبايبي.
تمام هي تمانو. طبعا يمكن ما في هاي هذا ما في هاي بس يلا ماشي ماشي حاله طالع باللوس. اوكي نتوقع بسرعة تدريب شباب شوف نستعرض السكن البنت ومن بعد شباب ندخل على سكن الشاب ندخل كيم حبيب والله. اوكي هذا هو شباب السكن البنت يا ستير يا بوي هذا هو السكن. اوكي شوي هيك يعني حاسه هيك شوي هي ما في شو هي هي تبعت الاشياء. اوكي 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 خلينا نشوف الحقيبة حبيبي. اوكي اوكي والله ما شكلها صغيره معنا اي كلش سبحان الله شغلت البنت معنا كل حاجه بتكون صغار والله تمام. اوكي اوكي خلينا نروح على الشباب. شباب ثاني في شيء لاحظت عليه بهذا الفاير باس شباب ما نزلونا المظله ما كان في مظله حبيبي والله. اوكي اوكي معلم نجي لهون نرجع الاوردرز نجي لهون ونحط هون نفتح هون اوبن ونعمل تثبيت يا جميل. اوكي معلم ندخل جيم سولو سكوات بس كلاسيك معلم حبيبي والله على الرواق. اوكي تعال هون حمي معلم ترى شباب يعني اول جيم الي يعني نحمي كلاسيك على القليله. اولي يا سلام عليك طيب والله كنت انا حاسس الشخصيه معلم شوي كبيره كثير تحسس يعني طويل طاي صاير اللاعب ما اعرف ليش طويل معلم ما اعرف ايش بنطلق صاير طويل ولا كيف والله غريب عجيب يا اخي ما اعرف شو رايكم انتم حبيبي والله. تقييم كل الفاير باس شباب بعت التقييم الفاير باس الصراحه شباب لو كان له رخصه تمام نعطيه 7 او كيف في رخصه بس انا متوسط صراحه الفاير باس يعني فهمتوا علي كيف يعني افضل الفاير باسات اللي يعني اول 10 فاير باسات ولا شو اوكي هذول مين هذول مين هذول طالعين معلم حبيبي والله. اوكي نشوف اوكي حبايبنا نازلين بالطيارة معلم طبعا ماني حاطط لسه ماني حاطط اي شيء الثلاجة باللوز حبيبي قولي الحقيبة شباب ما في عندي ما عندي لا نسب ولا شيء يعني راح يبين وراح ابلع من الاول معلم. اوكي معلش معلم اوه دول حاطين نسب هلا بالشباب شباب على رواق على رواق خليكم حلوين خليكم حلوين لا 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 باللوز باللوز شوي شوي علينا معلم الله يسعد لي اياكم حبايبي شوي شوي ترى معلم ما صرنا لعبانين من امبارح ما يلعب المعلم من امبارح معلم ومالي نايم معلم حابب نظبط النوم يا شباب بشوي تعرفوا رمضان يا شباب كنا كان كل الاوقات كنا عم نسهر قول لي تعال اهو تعال اهو تعال اهو تعال فورتي تمام حلو نشوف في حدا هون ولا لا اوكي تعال اهو نجي لهون اوكي نايس عندنا ام 4 شاب وعندي كل شيء يعني امور طيبه. يا زلمه هذا من وين طلع لي يا اخي؟ يا شباب يا شباب انا برايي معلم خلاص انا 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 تعبان اوكي ما راح نكمل اكثر من هيك نحط راسي وننام احسن شيء حبايبنا الله يسعد لي اياكم كل عام وانتم بخير نلتقي ان شاء الله باللايف اليوم نشوفكم على خير على الفيسبوك تابعونا طبعا شباب خلاص تابعونا على الفيسبوك وراح نلايف فات بريك شباب خلاص تصبحوا على خير شباب سلامات.